وهذه فرصة الأخ معالي النائب الأول وزير الخارجية موجود ويسمعنا. نريد أن نتقدم بالشكر للبعثات الدبلوماسية التي تمثل دولة الكويت في الخارج. الأخ الرئيس، نحن نخرج ونسافر في بعثات رسمية ونلتقي بالشباب اللي يمثلون دولة الكويت في الخارج، طاقات مهولة، شباب نعتز فيهم ونفتخر فيهم. لكن هناك جانب، هؤلاء الشباب يمثلون دولة الكويت، والسفراء والمستشارين في الخارج يمثلون صاحب السمو أمير البلاد الله يحفظه ويرعاه. يفترض كل الإمكانيات تكون متاحة لهم، إمكانيات والموارد تكون متاحة لهم حتى نعطيهم ما يليق في التمثيل اللي نتكلم عنه. لما أنا أمثل دولة الكويت في الخارج يفترض ما أكون أقل من غيري، يفترض أكون إمكان ماديا من ناحية الموارد المتاحة لي تكون موجودة وتليق كما ذكرت باسم الكويت وصاحب السمو أمير البلاد. هذا جانب. الجانب الآخر، يجب أن نؤكد على شيء. هناك ما يسمى باللوست أوبورتيونيتي، الفرص الضائعة، والأخ دكتور عودة موجود يعرف هذا اختصاصه. على كل حال، هناك ما يسمى بالفرص الضائعة. الشباب هذول يطلعون يمثلون الكويت في بدايات العمر، في مقتبل العمر، لما يخرج على ما يمثل دولة الكويت في هذه السفارات وفي المحافل الدولية، بعد سنوات وسنوات من الخدمة لما يرجع للكويت يلاقي نفسه ما عنده أرض، ما عنده بيت، ما عنده ما أعرف إيش، ومعدلات التضخم وغلاء المعيشة صارت، وما قدر يرتب أموره، يرتب بيته، يرتب أسرته، يجد نفسه في موقع صعب جدا ماديا على الأقل. لذلك أنا أؤكد للأخ معالي النائب الأول الأخ وزير الخارجية بأن يفترض شبابنا وعيالنا اللي قاعد يمثلون الكويت واللي نعتز ونفتخر فيهم، يفترض طبعا الأغلب منهم نفتخر فيهم، هذولا نعطيهم كل الإمكانيات التي تليق بتمثيلهم لدولة الكويت في الخارج. هذا جانب. الجانب الثاني، ونفهم طبيعة عملهم، أن سنوات من عدم وجودهم في الكويت لما يرجعون يحتاجون إلى نوع من الرعاية الخاصة، لأنه خسر فرص كثيرة وهو يمثل الكويت، ما كان يمثل نفسه، يمثل دولة الكويت.